السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم البنات ان شاء الله غادي يكون شباكيه كتجي روعه في الشكل والمذاق، معلكه شاربه العسل وكتذوب في الفم. كملوا معايا الفيديو حتى الاخير باش نتعرفوا على المقادير والطريقه. لهاد الشباكيه البنات غادي نحتاجوا كيلو ديال الدقيق الابيض او الدقيق ديال الفورس، زلافه ديال الزنجلان محمر ومطحون، خاصو يكون مطحون مزيان البنات باش ما يقطع ليناش العجينه، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، خماره وحده ديال الحلوى، انا هنا غناخد معلقه صغيره، كاس ديال اللوز يكون مطحون حتى هو مزيان، غير هو اللوز ما كنحمروهش البنات، اللوز اللي غنديروه في الشباكيه ما كيتحمرش. عندي هنا راس معلقه صغيره ديال الخميره، الخميره العاديه ديال الخبز، هنا ذوبتها بشويه ديال الماء، معلقه كبيره مخلطه ما بين نافع وحبه حلاوه. عندي بيضه، كاس مخلط ما بين زيت بلديه وزيت روميه، قدروا ديروا نص زيت بلديه ونص زيت روميه. عندي هنا كاس ديال الزبده مذوبه، نص كاس ديال الخل، نص كاس ديال ما زهر، كاس ديال الماء، وعندي الملون الغذائي. صافي هنا جيت البنات غادي نبدا نخلط المواد الجافه هما الاولين. درت هنا الدقيق وغادي نزيد عليه زنجلان اللي مطحون، الكاس ديال اللوز، نافع وحبه حلاوه، معلقه صغيره ديال القرفه، وهذيك الخماره. صافي وغادي نخلطهم مزيان. من بعد غادي نزيد المواد الدهنيه، غنزيد كاس ديال الزبده وهذاك الكاس اللي مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، غنحاول ندخل هذوك المواد الدهنيه مزيان في الدقيق. وهذا هو السر البنات باش كتجي الشباكيه هشيشه ومرمله. خاصنا نخلطوا مزيان هذيك المواد الدهنيه بوحدها مع الدقيق باش وكنبقاو نبسسوها مزيان، وعاد كنزيدوا المواد الاخرى بحال الماء والبيض. صافي غادي نبقى نخلط مزيان حتى كيولي داك الخليط عندي مرمل. من بعد البنات زدت هذاك الخل وما زهر، الخميره اللي كنت مذوبه في الماء، البيضه، والملون الغذائي. من الاحسن البنات الملون الغذائي تخلطوه مع الماء، يعني تذوبوه في الماء وعاد تعجنوا به. صافي غادي نبقى كنزيد الماء بشويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. العجينه البنات خصها تكون يعني عجينه عاديه، ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه. صافي بعد ما جمعت العجينه ودلكتها مزيان، هنا جيت كنشكلها كويرات، وغادي نديرها في البلاستيك الغذائي، وغادي نخليها كترتاح تقريبا واحد المده ديال ربع ساعه حتى نص ساعه على حسابكم نتوما ووقتكم. هنا البنات غادي يبان لكم العجينه، انا دايراها طاويها بحال العجينه ديال المسمن، طويتها على اربعه، وهكا باش كتجيكم الشباكيه من الداخل بحال الا فيها فويتي، كتجي بحال الا مورقه من الداخل.
كتسرحوا العجينه ومن بعد كتبقاو طويوها، يعني كطويوها بحال المسمن، كطويوها على اربعه وعاد وعاد كتسرحوها باش كتبداو تخدموا. حنا هنا بدينا كان وحده كتورق والاخرى كتدوز من الماكينه، كيف ما كتشوفوا هي كتورق العجينه هكا بالطول باش تجيني ساهله ملي نبغي نخرجها في الماكينه، هكا تجينا ساهله. صافي من بعد خديت العجينه ديالي وكنبدا ندوزها، في الاول كندوزها في الرقم 7، مهم كل وحده والماكينه ديالها. البنات انا هنا عندي الماكينه ديالي في الاول كندوزها من الرقم 7، هي اكبر حاجه. منين كتخرج ليا من الاولى كنعاودها في الثانيه وكنعاودها في الثالثه. انا غادي نديرها هنا معاكم باش تفهموا. انا غادي نعاودها مع هاد العجينه الثانيه، غادي نقسمها باش غادي تجيني ساهله، ما يجينيش هذاك المستطيل كبير اكبر من الحجم ديال الماكينه. غادي نديرها في 7، انتم شفتوا درتها في 7 وكندوزها. من بعد غادي نديرها في الثانيه اللي هي رقم 5، يعني الرقم صغر منه شويه، غادي ندوزها. ومن بعد غادي نعاود نديرها في الرقم 4، يعني الرقم 4 عندي هي ارق حاجه بالنسبه للشباكيه، حيت الا درتها في الرقم 3 كاينين الناس اللي كيديروها في الرقم 3، مي رقم 3 انا عندي غتجي رقيقه بزاف الشباكيه وغتبقى تقطع ليا. دونك بالنسبه لهاد الماكينه اللي عندي انا رقم 4 هي احسن حاجه، يعني هي اللي مزيانه ليا انا. هنا البنات غادي ندوزو نشبكو العجينه ديالي، انا كنقطعها على 5 ديال الشرائط. كناخد العجينه في يدي وكناخد هذاك المربع، كنبدا ندير وحده طالعه وحده نازله بحال هكا، كنخلي 3 كيجيوني الفوق وجوج كيبقاو لتحت. من بعد كنجي ناخد هاد جوج ديال الجناب كنلاصقهم، كنحاول لاصقهم مزيان باش ما يتحلوا ليش في القليان. من بعد كنجيب هذاك الشريط الثاني كنقلبو فوق الشريط الاول، والشريط الثالث كنقلبو فوق الشريط الثاني، وكنحطها وكنحاول نقادها، وكنجي نقرص هاد الجناب هادو وكنعاود نطويهم باش ما يجيونيش طوال. ها انتما كيفاش كتجي. انا غادي نعاود معكم وحده اخرى، كناخدو هكا المربع في 5 ديال الشرائط، كنهزو الشريط الاول وكندفعو الشريط الثاني، كنهزو الاخر وكنهبطو الاخر، حتى كنخليو 3 الفوق وجوج لتحت بحال هذا الشكل. كنتمنى البنات نكون كنشرح لكم مزيان. من بعد كنلاصقو هاد الجوج هادو مزيان، وكنجيبو هذاك الشريط الوسطاني اللي هو الثاني كنقلبوه فوق الاول، وكنجيبو الثالث كنقلبوه فوق الثاني بحال هكا. من بعد كنحطوها وكنحاولوا نقادوها هكا مزيان، وكنجيبوا هذوك الجناب وكنقرصوهم وكنعاودوا نطويو باش غير باش ما يجيناش طويل بزاف، هذوك الجناب ما يجيوناش طوال، وكتجي بحال هكا. هنا غادي نعاود معكم وحده اخيره، انتوما راه ساهله البنات ماشي صعيبه، كنحاول نبسط لكم ما امكن. هانتوما وكنلاصقوا وكنقلبوا الشرائط على بعضها. كنحاولوا نقادوها، بغيتو تخليوها هكا تخليوها هكا، بغيتو تقرصوها من الجناب غير باش كيجي شكيله هكا زوين على هكا. حاولوا البنات ملي تحطوها في اللاطه حطوها هكا شويه مايله باش كتربحوا هكا، كتربحوا البلايص، يعني ما كتاخذ لكمش بزاف ديال الاسباس. من بعد جينا كنقليو الشباكيه البنات حتى كتحمر من التحت، وعاد كنقلبوها تحمر من الوجه الاخر عادي كيف ما كنقليو الشباكيه.
وهذا هو الشكل ديال الشباكيه البنات، كتجي غزاله. كنتمنى تجربوها. الا عجبتكم لا فيديو خليوا ليا دي لايك وبارطاجيوها، وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.